وعاف به مبتلاهم ورحم به موتهم برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آمنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أودعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت عليه وعلى والدينا وأن نعمل صالحا تقواه. وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم تقبل هذه الدعوات. اللهم تقبل هذه الدعوات. اللهم تقبل هذه الدعوات وعجل لنا بالإجابات وعجل لنا بالإجابات وفقنا للعمل بالباقيات الصالحات برحمتك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد